بلاش من هنا يا فندم. لا المأذون لهنا. من هنا يا فندم. اركن عندك من فضلك. الحمد لله. اهي فرجت. اتفضلوا اتفضلوا. حظكما من السماء. وادي قاعدة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خفيف الأطراف. المسودة. الاسم من فضلك؟ الجلال إبراهيم. الصناعة. ملازم طيار القوات الجوية. الاسم يا أنسة؟ نادية محمود صابر. تسمح توريني تصريح إدارة الجيش بالزواج وأنت شهادة الميلاد. خبر نسيت اجيب التصريح. وانا ما معيش شهاده الميلاد. متاسف مش هقدر اعيد عليك. بس والنبي يا استاذ اكتب الكتاب وبعدين نجيب لك التصريح والشهاده. انا لا يمكنني. القانون هو القانون. انت مش واثقه مني يا ناديه؟ انا متاكده منك يا جلال. امال شايفك مضطرب او خايف؟ طمني يا حبيبتي انا هعمل كل جهدي واخد اجازة ولو 24 ساعة واجيب التصريح ونكتب الكتاب. ربنا يرجعك بالسلامة. نادية تأكدي ان مفيش قوة في الارض هتقدر تفرق بيني وبينك. مع السلامة. نادي. اهلا من فضلك يا ماما. عندها حاله ولاده. لو سمحت تقولي لها ان انا منتظرها في اوضتك. حاضر. ايه
ست ناديه مستنيكي في اوضتي كده؟ اي طب خدي بالك انت. حاضر. ها خير يا نادي، عملتوا ايه؟ المأذون ما رضيش يكتب الكتاب. ليه؟ كان لازم جلال ياخد تصريح الجيش وانا يكون معايا شهاده ميلاد. طب وليه ما عملتوش حساب الحاجات دي؟ انت عارفه يا ماما انه كان واخد 24 ساعه اجازه بس، يا دوبك قضاهم مع اهله علشان يقنعهم بجوازه، لكن مع الاسف ما رضيوش. فصمم اننا نتجوز قبل ما يسافر، ورحنا للمأذون واتفاجئنا بحكايه الشهاده والتصريح. يمكن ربنا عمل كده علشان خاطري. انت بتقولي ايه يا ماما؟ انت عارفه ان انا ما كنتش موافقه على الجوازه دي من الاول، وخصوصا علشان اهله المتعنطزين دول. قال ايه؟ مش من مركزه. ده انت متأصله وبنت اصول. والله لولا ان الولد بيحبك وانت بتحبيه ما كنت وافقت على الجوازه السكيتي دي ابدا. ليه؟ هو انت فيك حاجه لا سمح الله؟ انا عايزه افرح بيك يا نادي. هو انا عندي كام نادي؟ دي حته ناديه هي عمري وهي حياتي. ماما انا خايفه. احنا في حرب. ربنا يكتب له السلامه ويرجع بالسلامه ونكتب الكتاب بالف سلامه. سأحضر لمنزلك الرابع بعد ظهر الأربعاء القادم، جهزي كل شيء. جلال. أنا كنت خايفة أحسن ما تجيش. هو لا أقدر ما أجيش، ده أنا خدت إجازة بالعافية والله، وخدت تاكسي مخصوص من اسكندرية. إيدك بقى بخمسة جنيه شنطة. أهلاً سعاد. خالتي. أهلاً. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، مبروك يا خالتي. الله يبارك فيك. عقبالك انت كمان، بس يكون العريس هنا مش في اسكندرية. اهلا سيدنا الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اين العريس؟ جاي حالا. واين العروسة؟ موجودة. واين الشهود؟ موجودين. واين الشربات؟ جلال اتأخر قوي. وهو قال جاي الساعة كام؟ الساعة 4. طب دي لسه 4 الا 5. نفسي اشوفه ده اللي واخد عقل. يا ترى يستاهل اللهفه دي كلها؟ دلوقتي يجي وتشوفيه. اقبلك يا سعاد. لا يا اختي، انا مش هتجوز لما اتنقل مصر. يبقى مش هتتجوزي ابدا. صلى الله ولا فالك، اخفى عليكي. كلها 6-7 اشهر والشركه تتنقل مصر. الله، جلال جلال. هو فين؟ مش شايفاه؟ جلال جلال، جه يا ماما. Thank you.
مالك يا نادية؟ مفيش. مفيش ازاي؟ ايه اللي جابك بدري من المدرسة؟ مش عادتك؟ تعبانة شوية. ما هو انت يا بنتي اللي تعبى نفسك واهرى روحي. اللي بيقاوم القدر زي اللي بيضرب دماغه في الصخر. تفتكر الحزن حيرجع اللي راح؟ مش ممكن يا نادي. يا ريتني انا اللي رحت يا ماما. ليه يا نادية بتتمني الموت؟ ايه الازازه دي؟ ها؟ كنت هتعملي ايه بالازازه دي؟ رد عليا يا نادية. انا خلاص ما بقاليش عايشه في الدنيا دي يا ماما. لو ما جيتيش النهارده بدري كان زماني مت واخلص. ليه يا حبيبتي عايزه تموتي نفسك؟ لا انت اول واحده ما تخطبها ولا اخر واحده. انا مصيبتي اكبر من كده يا ماما. قصدك ايه؟ عايزه تقولي ايه؟ انا انت ايه؟ قولي اتكلمي. انا حامل. مش معقول. مش ممكن. انا مش مصدقه وداني. قولي انك بتكذبي عليا. قولي انه مش صحيح. كنا متاكدين ان الجواز هيتم يا ماما. ليه كده يا نادي؟ ليه تعملي فيا كده؟ دي اخر تربيتي فيكي. ده جزاتي. ليه تعملي فيا كده؟ ما تعمليش في نفسك كده يا ماما. انا ما استاهلش. ليه تخزليني يا نادي؟ دي مكافئتك ليا. حرمت روحي من كل حاجه، حتى من الجواز بعد ما مات ابوكي وسابك طفله في اللفه. ادتك عمري وشبابي وحياتي، وفي الاخر بتهديني بالعار والفضيحه. اقتليني، موتيني بكتمتك. انا لازم اموت وادفن عاري معايا. وتفتكري موتك حيدفن عارك؟ ابدا، هتموتي انتي وتسيبيلي العار والفضيحه. لو كان موتك يصلح غلطتك كنت قتلتك بايدي، لكن عمر الغلط ما يتصلح بالغلط. وواجه الناس ازاي؟ الموت اهون يا ماما. انت ما بتفكريش الا في نفسك وبس. عايزه تخلصي من محنتك وتسيبيني لوحدي معاها؟ لا، احنا لازم نواجه المكتوب سوا. حظنا وحش يا بنتي. وهنعمل ايه بس؟ ده اللي لازم نفكر فيه. نفكر من غير ما نبص لورا، ومن غير ما نفقد الامل في رحمه ربنا. عايزة اطمن على المولودة. بخير والحمد لله والف مبروك. عن اذنك. مبروك يا حمدي. الله يبارك فيك يا دكتور. ازاي حالة ثانية؟ والله الولادة كانت عسيرة، وما اخبيش عليك انا كنت هضحي بالمولودة عشان حالة ضعف القلب اللي عند الهانم من زمان، لكن الحمد لله ربنا سلم. اقول بنت. والله تعبتنا وتعبت ريانا.
أنا شايف إنها محتاجة لعناية خاصة لأنها نزلت ضعيفة. إيه رأيك؟ تحب نكتبها دلوقتي ولا ننتظر كمان ساعتين عشان يبقى أول يوم في السنة الجديدة؟ لا أول يوم في السنة الجديدة طبعاً، أنا عايز حسابها يبقى مظبوط من غير قصور. هي العروسة شرفت. تعالي هنا يا بنت الباب. الله، انتوا ممرينها ولا ايه؟ نمرة 9؟ 10 سنين واحنا قاعدين مستنيينك وكمان مش عاجبك. ازاي يا بنت انت يا شقية؟ ازاي تيجي تتعبي امك؟ البنت صحتها ضعيفة. سيبوني خلوني اعرف اربيها. يا حبيبتي يا بنتي، انا صليت ودعيت لليوم ده. حسبي. ايوه. وانت يا ست امينة، مش عارف اكافئك بايه يا ادم السعد انت. الحقيقه ست امينه جمايلها ما تنسيش ابدا. انا ما عملتش حاجه يا فندم. كفايه انسانيتك وخدمتك ليا 17 دلوقتي. ايه بتقولي ايه؟ سامعين؟ دي بتقول يا بابا. انما قولي لي يا ست امينه، هي مالونا مخطوب كده ليه؟ احنا كنا فين؟ الحمد لله اللي جت على قد كده، دي بكره تصحصح وتبقى عالي. ادخل. عن اذنكم. اتفضلي. تعرفي عينيها تشبهي بالظبط؟ ها؟ يلا يا حلوة قولي لماما تصبحي على خير. طمني وحياتك يا دكتور، البنت زيها؟ عال، بس التفت انت لنفسك. انا خايفة عليها قوي. لا ما تخافيش، خدي الحبة دي وانت تنامي وترتاحي لغاية الصبح. ميرسي. تصبح على خير. وانت من اهله. مين النبطشية اللي لابس؟ فوزية وعزيزة. خليك انت مع سنية هنا. طبعا. خدي بالك من البنت وخليكي سهرانة جنبها ومن وقت للتاني تشوفيها. حاضر يا دكتور. تصبحي على خير. وانت من اهل. يلا يا حلوة علشان ماما تنام. الله، كفى الله الشر. مالك يا ست نادي؟ في حاجة حصلت؟ لا أبدا. أمال بتعيطي ليه؟ بنتي تحمدي ربنا وتبوسي إيدك وشوبها، دي ولادتك كانت حلوة وسهلة. ده إحنا ياما بيورد علينا حالات واختراق. طب إمبارح جات لنا عروسة كانت أول مرة تولد، زيك كده تمام، بس إيه؟ اتعذبت قوي، وفي الآخر الدكتور اضطر يفتح لها بطنها. والنهاردة الدور اللي قبليكي على طول، نمرة 9، واحدة 6. جوزها راجل غني قوي بيتمنى الخلفة من 10 سنين، ولادتها كانت عسرة قوي، كانت هتموت في ايد الدكتور. بعيد عنك، عيانة عندها القلب من زمان. ولا بنتها نزلت وحشة ومرضانة؟ لكن احنا معانا قمر. البركة فيكي بقى وفي أمينة هانم، بكرة تكبر وتبقى عروسة وتملى البيت عليكم. يلا يا حلوة قولي لماما تصبحي على خير. Thank you.
نفس حبيبتي القلب. هنعمل ايه يا ماما؟ قولي لي هنعمل ايه؟ المكتوب يا بنتي لابد من نفاذه. وانا ليه اتكتب لي التعافى طول عمري؟ ليه ابوها مات وسابني لوحدي؟ ليه؟ ده ظلم يا رب، ظلم ده. ما تكبريش يا بنتي، استغفري، ربنا هو اللي اراد وربنا هو اللي يرضى. يعني لو كنت سبتيني مت مش كان ارحم؟ هخرج بيها ازاي؟ هقول لنفسي مين؟ أبوها مين؟ ذنبها إيه تتولد مظلومة وتفضل طول عمرها مظلومة؟ ارحمي نفسك يا حبيبتي، ولما تكبر وتسأل هقول لها إيه؟ قولي لي هقول لها إيه؟ هقول لها علينا حق، مش يمكن ربنا اراد يلطف بينا احنا الاثنين؟ وكان جابها ليه؟ قولي لي كان جابها ليه؟ بنتي بنتي مش ممكن، مش معقول، بنتي بحب اشوفك كل يوم. ما شاء الله انت بيتي واحده مننا. شكرا. لازم تزورينا دايما، البنت دي مش بنتنا احنا بس، دي بنتك انت كمان. من عناية. شاكرين قوي. ايوه يا سعاد، انا لما اتنقلت من اسكندريه وجيت مصر ما سكنتش معاكوا ليه؟ عشان تبقي جنب شغلك. لا، السبب الاساسي ان حاسه موت جلال ما بتفرقنيش ابدا، ما بين المسكينه ناديه اللي قاعده ليل ونهار والحادثه قدام عينيها، انت عايزاها تموت. هعمل ايه يا سعاد؟ تعزله من هنا؟ عرضت عليها كتير ما وافقتش. طب اسمعني، ما تيجوا تقعدوا معايا يومين ثلاثه بحجه الزياره، وبعدين يبقى على طول وهنعيش كلنا مع بعض. انا واخده شقه كبيره. ها؟ والله فكره يا سعاد.
اسمعي، اوعي لسانك يغلط قدام سعاد بحاجه. انت كنت مخطوبه وخطيبك مات وبس. الله، هي مش موجوده ولا ايه؟ لا 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 لا. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير. مش دي شقة سعاد مصطفى؟ سكرتيري شركة المقاولات؟ أيوة. مش موجودة يا فندم. من 8 ل 2 غير موجودة، من 2 ل 4 موجودة، من 4 ل 6 غير موجودة. طب ما فيش تليفون قريب؟ في يا فندم، أنا التليفون. تحب أديها خبر؟ لو سمحت، أنا خالتها. ونعم الخالة، عن إذنكم، 5 دقايق بس. هكلمها هكلمها هكلمها. ألو؟ صباح الخير يا فندم. أنا سعاد مصطفى. يا فندم، مين سيادتك؟ زغلول. أنا زغلول اللي في العلالي اللي ساكن فوق في السطوح. يا فندم ده أنا اللي اتشرفت، والله العظيم اتشرفت. 30 يوم من يوم ما سكنت فوق سطوحكم وأنا بتمنى اللحظة اللي أسمع فيها الصوت الجميل ده. لكن إيه المناسبة تقول لي الكلام ده؟ أنا ما شفتكش غير مرة واحدة. وكانت هي المرة، ومن يوميها وأنا عيان بتكتب وكتمه في قلبي ومش قادر أفضفض. اعذريني اعذريني ان كنت اتجرأت من يوم ما شفتك وانا متلخبط. انا واخده بالي. انت واخده بالك؟ يا الطاف الله، يعني احنا الاثنين واخدين بالنا. ارجوك ما تبقاش تطلبني في التليفون تاني. لا بس بس يعني يعني. وبلاش يعني؟ طب قبلك ولو 5 دقايق. ما تقدريش ليه؟ ده احنا جيران وجر الجار. اعتبريها حسنة بتقدميها الباقي الغلبان. 5 دقايق بس والله، 5 فقط لا غير. أقول الكلمتين وارتاح من الكتمان اللي هيفرتك ضلوعي. أفندم هتفكري؟ أنا متشكر. يكفي إنك تفكري. فكري 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 على مهلك. فكري 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 فكري. يا نهار زي بعضه، ده أنا نسيت. ألو؟ أيوة أنا. مين؟ تاني. أنا هو تاني. قولي فكرتي؟ طيب فكر، فكري على مهلك. فكر فكر. اسمعي اسمعي اسمعي، نسيت أقولك إن خالتك ومعاها واحدة تانية جم من السفر. أيوة. ما بتاكليش ليه يا نادية؟ الأكل مش عاجبك؟ لا عاجبني. لا يا شيخ، عليا أنا. أمال فين الضحك والأكل والفرفشة بتاع زمان؟ بس ما عم أقولك، أمور العكنانة دي سيبك منها. السهتان والسرحان والتنهدات والتحسرات مش هترجع اللي كان. غلبت أقول لها يا سعاد. هو كل من مات خطيبها تستموت بالشكل ده؟ لا يا حبيبتي، ده احنا بنات ونفتنا القطر هننت. نادية، التبويزة دي هتتمسح وهنرجع نضحك ونلعب زي زمان. اعذريها يا خالتي، كانت بتحب واخرتها بس يا سعاد. معلش، المصيبة بتتولد كبيرة ومع الايام بتصغر. بكره لما تخرج وتشتغل وتقابل الناس كل ده هيتنسي. انا متكله على الله وعليكي، وادي احنا هنعيش سوا. ما تتصوريش يا خالتي انا فرحانه قد ايه اللي هتقعدوا معايا. قولي لي يا سعاد، انتوا هتنامي فين؟ هنا على الكنب. مش معقول انت تخشي جوه تنامي مع ناديه وانا اللي هنام على الكنب. لا انا واخده على كده، وهم وقت عقبال ما تجيبوا بقيت عفشكم. مررت على الديار ديار ليلى، فلا نطقت ولا نطق الجدار. البويه اللي هنخلص بيها شغل الناس تدلقها، اعمل فيك ايه انا دلوقتي؟ ولا حاجه، نفذ السهم واللي كان كان. ايه اللي كان ده؟ كان عندنا ابويه واندلقت. طب اتفضل. ما زعلش قوي كده يا سيدي، الناس بتموت يا سيدي، ف
فرحلي فرحلي، اتاريها واخده بالها مني وانا مش حاسس. مين دي؟ حبيبتي القلب اللي هنا اللي ساكن قصادي وبحبه. نفسي اشوف ست سعاد اسكت. مررت على الديار ديار ليلى. ليلى مين يا افندي؟ ده انا هخلي ليلتك سودة. امور الهوسه والحب والغرام واهي نفوسه وفي عرضك ليلى دي تشيلها من دماغك خالص. مش فاهمك انت في الحب والغرام، دول غذاء الروح يا اهبل. هو احنا لاقيين غذاء المعده؟ انت ما عندكش مزاج. انت اللي ما عندكش مخ. انا ليا قلب يا استاذ. يا اخي جاك وجع في قلبك، حب ايه وزفت ايه؟ ايه التشبيهات البذيئة دي؟ تشبه الحب بالزفت؟ عاجبك ولا مش عاجبك؟ لا مش عاجبني. خلاص يبقى مش هننفع مع بعض. ليه بس يا ممدوح؟ ما حاجة من الاثنين، يا نبصبص يا نشتغل. خمسة شغل، خمسة مزمزة. ولا حتى دقيقة واحدة، احنا متفقين. لا حب ولا بصبصة ولا جواز ولا حتى مزمزة إلا بعد إيه؟ إلا بعد خمس سنين. عشان إيه؟ عشان نكون كوننا نفسنا. فليدخل الحب. بنيدخل في الحب. يلا بينا بقى لحسن ورانا سهرة الصبح. الصبح؟ ليه؟ عشان ايه؟ عايزين نقعد خالص عشان حته من دول. وهنلحق؟ لازم نلحق، عايزين نقدر. ايه مالك؟ ولا حاجه. حكاية نومك بره دي مضايقاني قوي يا سعاد. يا ستي ما هي خالتي هتجيب العفش اللي عندكم، نحط شويه هنا وشويه في الاوضه الثانيه. يلا امي بقى النهارده اجازتي. اقوم على فين؟ نشم الهوا نشوف الناس. ونبقى يا سعاد سيبيني بحالي. لا 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 ماما ما تتعبيش نفسك، تطلعي السما تنزلي الارض هتخرجي يعني هتخرجي يعني هتخرجي. الله يا سعاد سعاد جربي كده. ايه نكتب في البلح بلح انت يا رب؟ مش بتقولي طغلول؟ طغلول اللي ساكن فوق سطحنا. انا بقول يعني ايه؟ اهلا وسهلا، فرصة سعيدة. اهلا بيك. اظن الانسة اللي كانت مع الست الكبير. ايوه نادية بنت خالتي. انعم واكرم. متشكرة. انتوا مروحين؟ طبعا. بدري كده، الدنيا صيف والجو جميل. لو سمحتم انا عازمكم على فنجان شاي. احنا متشكرين. لا يمكن ابدا، انت ضيفتنا. الله مش كده ولا ايه يا انسه سعاد؟ خمسه بس، خمسه فقط لا غير. كتمان هيموتني حرام عليك. ايه رايك؟ انت اتجننتي؟ ذكرنا وشاب مؤدب ولطيف وخجول وحرام نكسفه. طب ما تقولي كده من الاول. ورحمه ماما دي اول مره. ايه؟ طب ما فيش مانع. استاذ زغلول. يا نعم. ما فيش مانع. كده؟ طب اتفضل. ايوه كده اضحكي وفرفشي. دي اول مره تضحك من يوم ما جت عندي. وهتفضل تضحك على طول بس الاندهيلي. انت خايفه تضحكي؟ اضحكي. ما تخافيش اضحكي. اضحكي قوي. شوف ازاي الضحك والفرفشه متعه. ملعون ابو الزعل. سيبك يا شيخة، انسي الهموم، وحد واخد منها حاجة؟ كده؟ طبعاً كده، دي مسألة حسابية محلولة. الله جاب، الله خد، حد يقدر يقول بم؟ نحزن ليه؟ نشيل الهم ليه؟ اللي مات الله يرحمه، واللي عايش بكرة هيموت. عجلة ماشية، دنيا طز، عيشة طز، حياة طز، وإحنا كمان طز. يا خبر، الواحد رجليه اتدغدغت. هو احنا لحقنا نمشي من الساعة 6 لغاية 8 ونص واحنا ماشيين على رجلينا، ما حسيتيشي؟ الله الله دمه خفيف مش كده؟ بس ما عندوش ذوق. اخطى عليك يا نادي. شايفني تعبانة ومش قادرة امشي، ما يهزمش علينا بتاكل بعربية حندور ولا حتى بعربية كارو توصلنا. يا اختي دي اخرى. يا سلام. انت وصلت؟ الف حمد لله على السلامه. ما كنت عايزنا كمان شويه. مستعجل كده ليه؟ طول بالك لما اخد نفسي. اطول بالي ازاي؟
خمس ساعات عشان تشتري شويه بضاعه من السوق. فين بضاعه؟ مفيش بضاعه. ها؟ مفيش بضاعه. مفيش بضاعه في السوق كله؟ كله كله. ليه اختفى؟ راح بس روق دمك، امسك اعصابك يا ممدوح يا اخويا. احنا ناس بنؤمن بالقدر، واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. فين البضاعه؟ الفلوس طارت. اتسرقت؟ لا. وقعت منك؟ لا. ما راحت فين؟ اتاكلت. اتاكلت؟ اتعشينا بيهم. مين احنا؟ لا هم، انا وهم. يا نهارك اسود. اسود اخضر. المصيبه حلت وخلاص. من 3 شاي ب3 شيرين ل3 سيرفيس ب3 جنيه. بص ده انا هخرب بيتك. عشوه ب3 جنيه عامل لي ابن زواج وانت شحات. وطي صوتك ما تفتحش. صباح صباح انا هتشوفها قدامها وهقول لها انت ايه وهعرفها هي كمان مركزها ايه. وطي صوتك يا اخي يا تلقيحه. وهتروح تبيعها كتبتها لحد تاني. بقول لك وطي صوتك. انا نفسي اشوف خليتها دول. نفسي اشوف خليتها دي اللي بتتعدى ب3 جنيه. تعرف انك مش هتسكت. هتعمل ايه؟ هعمل نفسي فوق سطوح. خد على هنا. الصباح صباح. راح فين؟ رايح انام يا اخي. نامت عليك حيطه. ده انت هتشتغل لغايه الصبح. ولا تزعل نفسك يا ابني. نشتغل لغايه الصبح. هي اهو هتغير دمك وتفور دمي على ايه؟ ولا حاجه ابدا. وادي البلطو اللي راح راح. توس تسمعي من فضلك؟ افندم انت ما تشرفتيش بمعرفتي قبل كده. انا ممدوح زميل زغلول، واحب اعرفك مين هم ممدوح وزغلول. دول اتنين شحاتين جعانين مش لاقيين اللبق، لا تركه ولا ميراث ولا بابا ولا ماما، والقرش بيجيبوه من هنا. تقوم انت وزميلتك تستغفلوا المغفل وتكوعوه حق البضاعه في عشوه. ده اسمه خراب بيوت. كان لازم. انت بتقولي الكلام ده ليه؟ ما تبعدي عنه يا ست. ده اهبل والله العظيم اهبل. بان ما كانش اهبل كان يعشيك انت ب3 جنيه. انت مجنون. وانت خليتي فينا عقل. ما تحلي عنه بقى. احنا مش بتوع حب يا ست. احفظ ادبك. انت هتهوشيني ولا ايه؟ اسمع ما اقول لك. عايز تقول ايه كمان؟ خلاص قلت. وريني حذرتك وانت حر. صباح الخير. برافو ممدوح، انت بيجي كويس كتير، كل مرة احسن وارخص من اللي عندك. 10 ساخ انا مسكته 50 خدمة. 50 بس؟ ما تخليهم 100 على بعض، دي حاجة رخيصة وفيها مكسب. نخايته ممدوح مسكته 75 خدمة. وشوف دي كمان ارخص من اللي عندك 15 قرش. انا مسكته 50 خدمة. خليهم 75. نهايته ممدوح انت ابن حلال، انا نشتري منك 75 خدمة. امسكوا 10 جنيه سلمتوا بضاعة بعدين باقي فلوس. متشكرين قوي. شد هالك شد هالك. مساء الخير يا ماما. مساء النور. طمنيني عملت ايه؟ انا ما رضيتش اخرج قبل ما تيجي. ولا حاجه، كل المدارس اللي رحتها عندهم مدرسه موسيقى. ولا يهمك، بكره ربنا يعدلها. ما انتش عايزه حاجه قبل ما اخرج؟ لا يا ماما ميرسي. على فكره عايزه 5 جنيه بس كده. عينيا الاثنين. امال سعاد فين؟ جوه في المطبخ يا حبيبتي. انتي جيتي؟ الله ريحه البيت حلوه. طب يلا يا شاطره بقى وضبي السفره. ما شفتيش صاحبك اللي اسمه زغلول؟ لا ما شفتوش النهارده. ناس قلالات الذوق. ليه؟ النهارده الصبح وانا نازله قابلني واحد نازل على السلم وشايل بالسلسله. ده زميل يا قليل الادب. ليه بس حصل ايه؟ قال احنا استغفلنا المغفل الثاني ونطشنا منه حق البضاعه. بضاعه ايه؟ ال3 جنيه اللي صرفهم في زغلول بتاعك على العشاء. يا خبر. وقف حضرته يزعق ويقول احنا جعانين شحاتين احنا مش بتوع حب. هي حصلت كده؟ طب ما هزقتهش ليه؟ هو انا هسيبه؟ ده انا هبهدله. الفلوس دهيت لازم ترجع له حالا. طبعا انا الصبح هديهم لزغلول. لا انا اللي هديهم لفستان طويل اهوت واعلمه ازاي يكلم اسياده. قال احنا رامي جيتك قال اخص عليه بس
استنى عليا يا سافل قليل الادب. انت لا ذوق ولا ادب ولا خشه يا اخي. قلت لك هروح اعتذر لها بعد ايه يا تافه؟ وانا ليا وش قابل سعاد؟ فضحتني، هزقتني، جرستني، طعمتني في قلبي. روح يا شيخ ربنا يكسرك زي ما جزرتني. عارف ياد لك حق برضه تحبها، دي بنت حلوه بصحيح، عينين حلوه، مناخير محدده. لا وحياه اللي خلفوك، ابعد عن السكاني، مالكش دعوه بالناحيه دي خالص. اديني بقول لك اهو. هو انا ببصبص ده انا بوصفها؟ ما انا في الاول كنت باوصف، انا راخر وصفات فنظرات فابتسامات لا يا روح قلبي ابعد. وابعد انت كمان يا روح قلبي، احنا متفقين لا بصبصه ولا حب. عارف الا بعد 5 سنين طز طز. طز طز طز. يلا نشتغل. يلا صباح الخير. انت ما رحتش كتاب وانت صغير؟ ما اتعلمتش في المدرسه حاجه اسمها الادب؟ ما خدتش موضوع انشا في الاخلاق؟ انت فاكر نفسك ايه؟ ولا حاجه. 3 جنيه اللي انت جاي تعيرني بيهم؟ انت كلك في نظري ما تساويش 3 ساغ. ال3 جنيه بتوعك اهم يا شحات يا جعان يا اللي بتقول عشان عليك يا رب. دي مش هي يا خيبة، دي مش سعاد. امال مين دي؟ دي نادية بنت خالتها. يا خيبتك. أنا متأسفة جدا، عندنا مدرسة أناشيد. متشكرة. اعتبريني متطفل قليل الذوق اي حاجه، بس لازم اكلمك. ما تبصليش كده، عايزين نتكلم شويه جد. جد ايه؟ هو انا بهزر معاك؟ انا ما بحبش الهزار. انت عايز مني ايه؟ انت بتدوري على شغل. وانت مالك؟ ما تطلعيش فيها بقى، الحال من بعضه. انا وراكي من ساعه ما ركبت الاتوبيس وتعورت والعجله اتخرشمت وطالب منك تعويض، وبقالي 10 دقايق قاعد جنبك وانتي سرحانة وحزنانة وشايلة هموم الدنيا. علشان ايه ده كله؟ حتة وظيفة؟ طز. واحنا كنا بنتعب ونذاكر وناخد شهادة علشان وظيفة؟ انت معاك شهادة؟ بكالوريوس تجارة وحياتك وزغلول شرح. احنا الاثنين اتخرجنا سوا. ما لناش وظايف للتجارة. طز. شغلنا الموتور وعملنا تجارة. والحمد لله بنكسب. وبكرة هنبقى عالي العالي. الحياة حلوة. والدنيا أمل. وانتي انت لسه شباب. اظن كلام المره دي في ريحه الادب. انا متشكره قوي. احنا جيران، يسعدني جدا اني اكون في خدمتك. كتر خيرك. يعني مش زعلانه مني؟ كان سوء تفاهم بسيط. طيب تسمح تاخدي الفلوس اللي وقعت منك؟ متشكره، خليهم تعويض للبسكليت. انا ما اخدش عوض، دي فلوسك عشان تثبتي لي انك مش زعلانه مني.
عندكش احساس. نايم تشخر وفي الاوضه اللي تحتينا انسانه بتتالم. مين؟ حبيبه القلب؟ لا، ناديه بني ادم. ناديه. ناديه تتالم؟ ولماذا انشغال الفكر يا هذا؟ هو يعني الواحد يبقى عديم المروءه؟ احنا جيران يا اخي. جيران ولا حصل خفقان؟ دي مجرد انسانيه يا جاهل. انسانيه مين يا ضلالي؟ انا برضو كنت في الاول انسانيه زيك كده. انسانيه فنظره فابتسامه فخلاء. انت فكرك راح بعيد يا زغلول. إيه؟ البنت دي في حاجه في حياتها، الحزن اللي في عينيها بيقول انها عايشه في ماساه. فعلا ماساه كبيره قوي، خطيبها مات في حادثه قدام عينيها. يا ساتر يا رب. عارف يا زغلول، إيه؟ احسن علاج للي زي دي إيه؟ انها تشتغل. تشتغل اي حاجه، احنا لازم نساعدها. النبي تتلهي، احنا قادرين نساعد نفسنا. احنا لازم ندور لها على شغل. دور انت يا اخويا، انا حبيبتي القلب بتاعتي بتشتغل والاشياء معدن. يا جبان اطلع يا جن يا ميه من تحت تبني. ساكن قصادي وبحبه. بحبه. صباح الخير. صباح الخير. ما تهزنيش ان كنت. اتفضل اتكلم انت. لا اتفضل انت الاول. الموضوع اللي انا جاي لك علشانه. اتفضل كمل انت. اتفضل انت. ما تفهمونا ايه الحكايه. انا لقيت لك وظيفه بمرتب كويس. صحيح. وانا كمان لقيت لك وظيفه بمرتب احسن. كل مره واحده الفقي لما يسعى. انا متشكره قوي. قد كده انتوا مهتمين بينا؟ انا خدت لك ميعاد مع السكرتير. وانا اخدت لك ميعاد مع المدير. وظيفتي انا الاول. لا انا الاول. لا انا الاول. انا الاول. نعمل توس. نعمل. عايز انا ناحيه دي. انا الاول وهو كذلك. الف مبروك. متشكرين جدا. العفو. وعلى سبيل التجربه اكتب الطلب ده على المكتب. مكنة؟ ايوه المكنة. ايه؟ بس انا ما اعرفش اكتب على المكنة. والله الوظيفة اللي عندنا عايزة تهبس. انا متأسف يا مندوح. معلش. السلام عليكم. اتفضل. خير. خير. فلت. انا ابن جلا وطلاع الوظائف. يلا بينا. على فين؟ طب بس فهمني الاول، الوظيفة بتاعتك شروطها ايه؟ شوية فرنساوي. انا ما اعرفش فرنساوي. ما تعرفيش؟ ما اعرفش. تبقى طارت. اسمعوا يا جماعة، أنا جدي فكرة. إيه؟ تعالوا ورايا. فين؟ تعالوا ورايا وبس. لازم كنتوا غاويين من صغركم. من ابتدائي. وكنا دايما ناخد الجائزة الأولى. برافو يا زغلول. أنا أستاذه. وبرأس مال بسيط قدرنا نشتغل وننزل السوق. ونجحت التجربة، لكن أملنا الحقيقي إن نأسس مصنع كبير ونعمل اللعب هنا بدل ما بنستوردها من بره. وعشان كده حكمنا على نفسنا بخمس سنين أشغال شقة. أشغال شقة إيه؟ هو في أحسن من إن الواحد يعتمد على نفسه؟ ربنا يوفقكم. اتفضل. فكرة لطيفة قوي. يعني عجبك مشروع؟ خالص. طيب ايه رأيك تبقي معانا؟ ايوه بمجهودك. وبفلوسك كمان يا نادي. ايوه بس انا ما اعرفش. هتتعلمي بسرعة وتشتغلي معانا. وكل ما الشركة تكبر تكبري معانا. ونبقى جواك احنا التلاتة. وتسيبوني لوحدي؟ لا انت وظيفتك كسكرتيرة العظيمة. يا اخويا بقى نفسها كذابة. انا محوشة فلوس في البوسطة، ادخل بيها شريكة معاكم، ولما الشغل يمشي استقيل من وظيفتي. اتفقنا. اذا فلنحتفل ايها الساده بعيد ميلاد شركتنا الجديده.
وإيدي كمان معاكم يا ولاد. ياما كان نفسي اعمل لها حفلة كبيرة. لا معلش، ربنا يشفيكي وما يحرمهاش منك. عقبال ما تفرحي بيها وتشوفي ولادها ولاد ولادها. يا خبرتي يا أمينة، ده أنا مش متعشمة أبدا. يا شيخة ما تقوليش كده، إن شاء الله هتجوزيها وتجوزي ولادها كمان. تعالي يا حبيبتي اطفي شمعتي. نطفي الشمعة؟ يلا. اطفي. كل سنة وأنت طيبة. كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي. مفيش حد هنا ولا ايه؟ الله، انت هنا؟ انا كنت فاكرك تحت. اصل اتضايقت لوحدي، قلت اطلع اتسلى شوي. وسعاد وزغلول لسه ما جوش؟ لسه. اكل ايه اللي بيجيبوه ده؟ ما شاء الله، ده انت بقيتي استاذه كبيره قوي في المهنه. انا لسه تلميذه. تلميذه ايه يا شيخ؟ ده انت في 6 7 اشهر شربت الفن كله. البركه في حضره المدير. والمدير بيعترف انه عاجز قدام النبوغ ده كله. تعرف انا في الاول كنت خايف، احسن بعدين ما انفعش واسقط في الامتحان. انا كنت واثق في النجاح. ربنا يوفقنا. طول ما احنا ايد واحده ربنا هيوفقنا ان شاء الله. وعين واحد وقلب واحد يجمعهم الامل والحب. قلت لك الكلام ده عشان الظروف اللي جمعتنا سوا ما كانتش صدفة. القدر هو اللي رسمها، بعت لنا القلوب اللي تقف جنبنا وتشجعنا. احنا ما عملناش حاجة. بالعكس، انتوا كل حاجة. وجودكم معانا عوضنا حاجات كتير كنا محرومين منها. تعرفي انا وزغلول اتربينا يتم، وعشان كده اتحرمنا من الحنان والحب. غريبة، نفس الظروف اللي عاشت فيها سعاد. وعشان كده أول ما شافها حبها وهي حبته. سعاد تنحب مش علشان بنت خالتي، سعاد طول عمرها طيبة وقلبها رقيق. وزغلول كمان يتحب مش عشان صديقي، إنما عشان غلبان وفي حاله، وهو ربنا خد بيده ولا القلب اللي يحبه. يا بخته. هلو، هاي الاكل الطعام لين نون. ها جبتوا لنا ايه ناكل؟ حاجات كتير قوي. الله، امال فين حضره المدير؟ بره. وقف ليه بره؟ مساء الفل. نعم الله عليك، احنا جينا. طيب يعني ايه؟ طيب يعني طيب، عايز نعمل لك ايه؟ اضرب لك مزيكا؟ انت بتكلمني بالطريقة دي ليه؟ ما كنتش قادر تتقل برجلك شوية؟ يعني خلاص حبكت؟ ليه؟ حصل كلام؟ كنا لسه هنبتدي نتكلم. لأول مرة ابتدت تاخد وتدي معايا. كنت طب سيادتك زي القدر المستعان. ما كانش فيه ترماية في السكة؟ في ليه؟ ياخدك. خص على لسانك الزفر. يعني احنا جينا بوظنا لكم الجو؟ ولا تزعل ننزل تاني. سعاد زغلول، زغلول تعالى هنا. سعاد ايه في ايه؟ يلا بينا. على فين تاني؟ نجيب مخلل. احنا جبنا خيار مخلل. ايه؟ هو احنا جبنا خيار مخلل؟ طب نجيب فلفل. مالوش لزوم، اذا كان نفسك في الفلفل انزل انت ومالكش دعوه بسعاد. ماليش دعوه بسعاد؟ يبقى بلاش فلفل. ايه الحكايه؟
احنا جينا في وقت غير مناسب. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ بس شايفك كده مش على بعضك. انا ابدا، احنا بس كنا بنتكلم. طب وكنتوا بتتكلموا وتقولوا ايه؟ بنتكلم عليك انت وزغلول وحبكم لبعض بس. ما قلتوش حاجه ثانيه؟ ثانيه ايه؟ قالك يعني انك دمك تقيل، انك مش عاجباه، حاجه يعني زي كده. ايه ده يا خبتك؟ بقالك ساعتين ونص وجايب لنا الاكل ده في ليله راس السنه. وماله الاكل ده؟ قلبنا اتحرق من البسطرمه والزيتون والترش. امال كنت عايز تاكل ايه يعني؟ ديك رومي طز، فرخه محمره طز، بقلاوه طز. برافو برافو. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. ما ينفضوها. مبروك. اتفضلوا. اسمع يا اسطى، فسحنا واحده واحده. ما بلاش اماره. لا انا ليا الربع هنا، اتامر على قد ربعي. خش يا اخي. كل سنة وانت طيبة. يا حبيبتي يا حبيبتي لسه مش واخدة عليها. والله يا استا امينه انا ما كنتش عايز اتجوز. مرحومه ما تتعوضش. نهايته فما يمكن وجود احسان يعوضها عن امها. سعاد. كل سنة وانت طيب. اخت عليك يا ممدوح، خبتني. وانت طيب. احنا مش اتفقنا انك ما تفكريش في الماضي؟ انا ما بفكرش. امال كنت سرحانة في ايه؟ في حياتي. في حاجة مضايقاكي؟ لا ابدا. ده تالت عيد بنقضيه مع بعض. السنين بتمر اوام. واظن ان اني الاوان بقى عشان نرتاح. أنا ملاحظ إن دايما في حاجة بتبعدنا عن بعض. حاجة؟ حاجة إيه؟ مش عارف. لا أبدا. ما تأوحيش، أنا عارفك كويس. أنت لسه عايشة في الماضي. نادية، أنت عارفة قد إيه أنا بحبك، وعشان كده عايزك تشاركيني حياتي.
لازم اعرف ايه شعورك بالنسبه لي. انت بتسالني انت ما بتحبنيش؟ خايفه يا ممدوح. ليه يا حبيبتي؟ مش عارف. طول ما انت جنبي ما تخافيش ابدا. وقعت في خط اليك يا حلوه. ناديه راحت يا جميل. العب غيرها. عشرة واحدة فقط لا غير. زي بعض. هاي. أمال فين نادي؟ نزل. طب استأذن أنا، تصبحوا على خير. وأنت من قال؟ خلاص تعالي هنا. راح على فين؟ حاف كده. طب شافة. شافة. باباي. ماذا فعلت يا أعبط الأبطاء؟ أبطاء إيه يا أبل؟ بص لي كويس كده، باين عليا إيه؟ أخ! تعال يا كوتوموتو، تعال أقبلك يا زميلي في الحب والفرح والمزيكا والدخلة. الدخلة لا. عارف، بعد سنتين طز. برافو عليك. انت جيت يا ناديه؟ مالك يا حبيبتي؟ في ايه ناديه؟ ممدوح خطبني. كده الف مبروك. انت بتقولي ايه يا ماما؟ بقول لك الف مبروك. اتجوزه؟ وهو انت هتلاقي احسن من ده عريس. اتجوزه ازاي بس وانا اللي زي مش ممكن تتجوز ابدا يا حبيبتي؟ انا بحبه قوي يا ماما، لكن غشيت. كان لازم يعرف عني كل حاجه قبل ما يحبني. الغلطه ورانا وهتفضل ورانا. طيب يا حبيبتي. قعدت تعملي كده؟ مش بالطريقه دي يا احسان. تعكنيني على البنت في عيد ميلادها. ارجوك سيبني اربيها. دي مش اسمها تربيه دي. ثم ان البنت ما عملتش حاجه عشان تضربيها. انا ما بحبش الدلع. وانا ما بحبش تعاملي بنتي بالطريقه دي. لحظه، انا ما عنديش غيرها. انت بتعايرني عشان ما جبتلكش عيال؟ اوه. معلش حقك عليا، ما تزعليش. أنا ما طلبتش منك أولاد. أنا كل اللي عايزه ربنا يخلي لي بنتي. ما تعقليش البنت يا إحسان، دي محرومة من الأم. أرجوك تكوني أم ليها. العورج مردوك. رجلي. ايه؟ رجلي. هنا؟ لا، وسطي. وسطي فين؟ اخطى عليك يا ممدوح. اختيش ايه ده؟ اختيش ازاي؟ انت خطبت مراتي كمان. لما ابقى مراتك وليها دلوقتي وانا اجيب المأذون حالا. لسه بدري، فاضل. ما فاضلش، احنا خلاص مشروعنا نجح والحمد لله. وده احنا خدنا شقه جديده اتوضبت واتفرشت واتهندست. هاتي بقى ما تبيش ثقيله. ثقيله؟ انا ثقيله يا ممدوح؟ انا هو انا قلت انت؟ ده انا بقول عليا انا. حقك عليا. لا، ما دام قلت ثقيله يبقى خلاص. لا والنبي، انا اللي ثقيل والستين ثقيل وبارد وخطيبك وحبيبك و... ممدوح اخطا عليك. اوعى يا ممدوح، اوعى. ماما خالتي
ما شاء الله ما شاء الله، عيني عليكم بارده، انتوا الاثنين زي القمر. قول لنا مبروك يا خالتي. خير، حبيت ده ميعاد افتتاح المعرض بتاعك كده، وهنعمل دعايه جامده في كل الجرايد والمجلات، وهنعمل مسابقه لاجمل طفل، ويوم الافتتاح هنقدم جوائز. ربنا يتمم لكم بخير. اسمحوا لي ادخل. اتفضلي اتفضلي. ايه رايك تيجي نعمل الفرح يوم الافتتاح؟ نأجلها شويه الموضوع. ما بقاش في اي داعي للتأجيل الا اذا كنت انت ما تقولش حاجه. طب قولي انت. هقول لك امتى؟ يوم الافتتاح. لا يا نادية ده مش كلام، انت لسه متردده. ممدوح انت زعلان؟ طبعا. وانا كمان زعلان. حد زعلك؟ اه. مين؟ انت. انا؟ ايوه. اولا علشان انت زعلان يبقى انا كمان ازعل، ثانيا مش انت بتقول ان انا لسه متردده؟ ممدوح انا عايزك تعرف حاجه واحده بس، ان انا بحبك بحبك بحبك. الله، انت بعت صوره طوحه للمجله؟ مجله ايه؟ انا جاتلي دعوه لحفله افتتاح معرض لعب بنتي انت خبوها ملكة الجمال. انا ما بعتش حاجة. الله، امال مين بعت لهم صورتها؟ انا يا فندم، لما قريت الاعلان حطيت صورتها في ظرف وبعتها. ومين قالك تعملي كده من ورانا؟ برافو عليكي برافو، انت ليكي مكافأة كبيرة يا سعاد. انا بديك الساعة لما بنتي تبقى ملكة جمال وحنروح كلنا علشان نحضر الحفل. انا ما احضرش حفلات زي دي. اظن ما يصحش كل الاطفال يحضروا مع امهاتهم وملكة الجمال تحضر مع الدادة. روح انت. طبعا وهتيجي انت معانا. هي الحفلة امتى؟ بعد بكرة كلنا هنحضر حفلة ملكة الجمال. اهلا اهلا وسهلا. ملكة الجمال اهي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الجايزة الأولى لملكة الجمال أوضة نوم حلو، ومين ملكة الجمال؟ أهي فتحية حمدي. أيها السادة، الآن وقد امتلأت بطني بما لذ وطاب، وسكتت العصافير التي ظلت تزقزق خمسة أعوام بلياليها، جرى للي جرى فيها من الجبنة والزيتون والحلاوة والبسطرمة. أستطيع أن أتكلم. أولا نهني أنفسنا جميعا بهذا النجاح، نجاح مشروعنا اليوم، نجاحا ساحقا ماحقا لاحقا. أشكركم أشكركم أشكركم. ثانيا أرجو وأتوسل منك أيتها الآنسة المفضلة سرعة البت والفصل والخروج من هذا الروتين السلحفائي اللي طلع عيني وعينين المدعوة سعاد مصطفى. الله يكون في عوننا احنا الاثنين، لأننا من سوء حظنا ربطنا رقبتنا برقبتكم انتوا الاثنين حتى نصبح عائلة واحدة ونعيش تحت سقف واحد. جوز جوز، فخلصينا، خلصك الله ولك منا الأجر والثواب. برافو. قوم بينا نروح يا عزبنج نمرة واحد مع عزبنج نمرة اثنين، وربنا يتوب علينا من المرواح والذهاب والإياب في الليالي المدلهمة اللي يعلم بيها ربنا. قوم. وانت من أهل.
خليني بقى. لطيف قوي مش كده يا خالتي؟ هو مين؟ زغلول طبعا. ان جيت للحقيقه الاثنين احسن من بعض، ربنا يتمم لكم بخير. تعرفي يا ماما ان كل المعروضات اتباعت، فكره المسابقه دي كانت فكره مدهشه. لا وملكه الجمال يا اختي عليها يا حلاوتها يا بعروضها. او النبي يا ماما، البنت دي اول ما شفت صورتها قلبي انفتح لها كده على طول. وشفت صورتها فين؟ الله، مش كل اللي دخلوا المسابقه اتقدمت صورهم؟ انا اول حاجه هعملها بكره هروح افرش لها اوضتها بنفسي. معلش خد الشر وراها. ولازمته ايه تفرش لها اوضتها؟ هو انتوا ما عندكوش عمال؟ عندنا. يبقى خلاص مفيش داعي انك تروحي، انت صاحبه محل. ازاي يا ماما؟ ده من ضمن الدعاية اني انا اللي لازم اروح بنفسي وافرش لها اوضتها، وضروري في ناس كتير هيشوفوها. انا مش من رايك يا نادي. لا يا خالتي لازم تروح. اسكت انت. انا قصدي اقول ان شغلكم هو اللي يعرفكم بالناس، وكمان يمكن ممدوح يزعل. اتبقوني انتوا على المحل. حاضر. افندم يا حبيبتي. انتي اسمك ايه؟ اسمي ناديه. ناديه ايه؟ ناديه محمود. محمود ايه؟ محمود صابر. صابر ايه؟ لا كفاية بقى، قوليلي عجبتك الأوضة؟ هو في أحلى من كده أوضة بقى؟ والنبي لولا أنا ما كانش الأوضة دي جت. إزاي؟ أنا اللي بعدت صورتها والهانم ما كانش موافقة. ليه؟ هو في أم تكره إن بنتها تبقى ملكة جمال؟ دي مش أمها يا ستي. ماما ماتت. أمال الهانم تبقى مين؟ تبقى مرات أبوها. ما قلتليش. تعالي. عجبتك الاوضه ولا لا؟ ها؟ بس ناقص حاجه. ايه هي يا حبيبتي؟ انا عايزه ساعه بجرس زي اللي في اوضه بابا. حلوه الادب دي، انت بتضحكي يا بنت؟ لا يا هاني، دي حاجه بسيطه، انا هجيب لك الساعه. من فضلك، ما حدش طلب منك تجيب لها حاجه. انزلي يا بنت، انت كل ما تشوفي حد تلزقي فيه. سيبيها يا هاني. من فضلك. افندم يا حبيبتي. ما تنسيش اللي قلتلك عليه. حاضر. انا قلتلك ايه دلوقتي؟ مش قلتلك ما تطلبيش حاجه من حد؟ انت بتتمشي كلام ده. ها كلام ده ابدا. ها خلوا عزيزه. ميرسي. انا فرشت اوضه الطوحه الجديده. انا متشكر جدا. حاضر تسمعي الكلام. انت جننتي؟ انت ما عندكيش شفقه؟ قلت لك 100 مره ما تحطيش ايدك على البنت. دي بقى بنت قلت الادب. بنتي مش قلت الادب، انت اللي ما عندكيش قلب. انا بقيتش استحمل تصرفاتك. انت عايزه تقتلي البنت؟ دي بنتي يعني حته مني. انت كل حاجه عندك بنتي. بنتي كل تفكيرك في بنتك وكل حبك لبنتك، وانا ماليش حساب عندك. دي ما بقتش عيشه. دي عيشتي وبنتي كل حياتي، وانا متجوزك مخصوص علشانها. افندم متجوزني علشانها؟ كان لازم تعرفي كده من الاول. والله انا مش دادة. المفروض انك تعترفي عليها. انا سبق قلت لك اني ما عنديش عزم منها. لا يا سي حمدي، الكلام ده طول الواحدة محتاجه، مش لاقيه بيتي لامها، لكن انا بالطبع مفتوح. اذا خرجتي من هنا مش هترجعي تاني. ومين قال لك ان انا هرجع تاني؟ Thank you.
لو كنا احنا في الوقت متجوزين مش كنت جيتي معايا اسكندريه بدل ما اقعد لوحدي؟ هو انت هتسافر؟ ايوه. وهتقعد كتير؟ على الاقل اسبوع. اسبوع؟ لا يا سيدي، اسبوع كتير قوي. ما هو يا دوبك على ما اخلص شغلي. هتوحشني يا ممدوح. هتكلمني كل يوم بالتليفون؟ ناديه، انا عايز ارجع من اسكندريه، ارسلي على بر. المماطله دي مخوفاني، مخليني افكر في حاجات بعيده ما احبش افكر فيها. ما تكلميش، قدامك فرصه سفري، تقدري تفكري كويس قوي. لما ارجع احب اسمع منك الجواب الاخير. انا محتاره يا ماما، مش عارفه اعمل ايه. قولي له الحقيقه يا بنتي. اقول له؟ ايوه، لو كان بيحبك صحيح هيغفر لك. وان ما غفرش تبقي عرفت طريقك وريحتيه وريحت نفسك. ارتاح ازاي يا ماما لو سبت ده؟ انا بحبه، ما اقدرش اعيش من غيره. لو كنت بتحبيه صحيح ما تسيبهوش يتعذب. اعترفي له يا ندى، حاجه واحده بس اللي لازم تفضل سر، انت ما خلفتيش. الو انت ناديه، مش بتردي ليه؟ مش هتجيبي المنبه؟ بتكلمي مين يا بنت؟ عايزه اكلم طنط ناديه ومش بترد عليا. وريني كده، ده مفيش حد على التليفون. ما انا مانيش عارفه انا منبه. وعايزاها ليه؟ عشان تجيبني المنبه. الله، وايه هتجيب لك المنبه ليه؟ هي قالت كده. مش عيب يا حبيبتي تطلبي منها منبه؟ مش كفايه اوضه النوم؟ والنبي يا بابا اطلبها لي عشان خاطر. اطلبها لك ازاي بس يا حبيبتي؟ انا معرفش نمرتها. اه اسمعي يا مولى، انا معايا الجواب بتاعها. خدي كلمي. الو الو، ايه فين كام؟ مين؟ توحة؟ وتطلع ايه بقى ست توحة دي؟ عايزة ايه؟ طنط نادية؟ اه، وتقرب لك ايه بقى طنط نادية؟ انت ايه؟ اه، ملكة الجمال. طب ما تخرجيش كده. طنط نادية؟ الو؟ اهلا اهلا، ازيك يا توحة؟ مخصماني؟ ليه يا حبيبتي؟ لا ابدا، كنت مشغولة شوية. اه الساعة؟ موجودة يا حبيبتي، هبعتها لك. ايه انا اللي؟ حاضر، بعد نص ساعة هكون عندك. مع السلامة. ايه رأيك يا توحة؟ مش احسن من ساعة بابا؟ بس الدنيا كبيرة. الدنيا كبيرة علشان بابا كبير. طيب وفيها جرس؟ طبعا. بصي. مبسوطة يا روحي. احنا عندنا في الفصل جرس زي ده عشان الفسحة. انتي في سنة ايه؟ في سنة أولى. وبتاعتي ايه؟ انا اعرف اناشيد كتير. اقول لك نشيد الصباح؟ لا يا حبيبتي مش دلوقتي، سعيدة بقى. رايحة فين؟ رايحة شغلي، أنا اتأخرت. خليكي معايا شوية. معلش يا حبيبتي، مرة تانية. ييه بابا. أهلا وسهلا. أهلا بيك بابا، خليها تقعد معايا. شغلها يا بنتي. أنا متشكر قوي على الهدايا دي كلها، بس أرجوكي ما تهوديهاش لحسن، دي طماعة. أستأذن بقى. اتفضلي. أهلا أستأمين. إزيك يا سعاد؟ الله يسعدك. ماما ماما أمينة. والدتك؟ أنت تبقى بنت الست أمينة؟ دي مفاجأة لطيفة أوي. ماما أمينة؟ اديني جيت اهو يا حبيبتي. انت ما تعرفيش ان مامتك تبقى مامتها؟ دي اتولدت على ايديها في المستشفى.
دي تبقى نمرة 9. 9؟ أيوة نمرة 9. مراتها الله يرحمها كانت عينة بالقلب، فمامتك هي اللي كانت بتشوفها وتسهر على راحتها. أنا ما انساش جمايلها أبدا. أنت إيه اللي جابك هنا تاني يا نادية؟ يا ستي في غرام بينها وبين توحة، مواعيد وتليفونات وحاجات ومحتاجات. أمال حد قدك؟ ماما أمينة، مامت نادية. هاصت يا ستي توحة، مش كنت تقعدي تغدي معانا يا مازن نادية؟ متشكرة، أصل عندي شغل. عادي تتغدي معانا. معلش يا حبيبتي، وقت تاني إن شاء الله. على راحتك، أنا بس يعني كنت بقول تقعدي تغدي معانا، إحنا بقينا زي عيلة واحدة. في الأفراح إن شاء الله. الله، طب ما إحنا عندنا فرح قريب، عيد ميلاد توحة. صحيح، إمتى؟ يوافق يا ستي بالظبط ليلة رأس السنة. هجيلي يا مام دناتيا؟ هجيلي يا مام دناتيا؟ طبعا يا حبيبتي. مع السلامة. وفي الآخر الدكتور اضطر يفتح لها بطنها، والنهارده دول اللي قبليكي على طول نمرة 9. محبسة جوزها راجل غني قوي بيتمنى الخفة من 10 سنين، ولو بنتها كانت هشرة قوي كانت هتموت في ايد الدكتور. أصلها بقت عينك عيانة، عندها القلب من زمان. ولا البنت من زمان وحشة وغربانة؟ إنما إحنا معنا أمر. أيوة نمرة 9، مرات الله يرحمها كانت عيانة بالقلب، فمامتك هي اللي كانت بتشوفها وتسهر على راحتها. أنا ما انساش جمالها دي أبدا. شكلها ومالك في الجمال، تخدي عليها يا حبيبتي يا جمال يا طعمتي. أو الجاب يا ماما، البنت دي أول ما شفت صورتها قلبي انفتح لها. وشفت صورتها فين؟ إيه مش كل اللي دخلوا مسابقة تقدموا صورهم؟ أنا أول حاجة هعملها بكرة هروح أفرش لها أوضتها بدفء. يوافق يا ستي بالظبط ليلة رأس السنة. ماما نادية، ايه اللي مصحيك لغاية دلوقتي؟ قلقانة شوي. قلقانة ليه يا نادية؟ هو ممدوح ما جاش من اسكندرية؟ لسه. اجيبلك حاجة تتعشي؟ لا انا اتعشيت في المستشفى. تصبع على خير. الله، هتنامي دلوقتي؟ الساعة 2 يا نادية. ما نقعد ندردش شوية. لا اصل تعبانة شوية، هنام على طول. تصبح على خير. انا كنت فاكره انك عندك جماعه لحد دلوقتي. جماعه مين؟ توحه وابوها. وهفضل عندهم لغايه دلوقتي؟ تعرف يا ماما دول ناس طيبين. ايوه طيبين. وشايفه كمان انهم واخدين عليكي خالص، خصوصا توحه دي بتحبك قوي. اصلهم معرفه من زمان. لما هم معرفه من زمان ليه كنت بتعرض اني اروح افرش اوضه توحه؟ اصل انا كان قصدي كان قصدي اللي قلت لك عليه. طلبتيها؟ ما طلبتش حد. لا ازاي انت طلبتيها؟ بس كلمني. الو، صباح الخير يا دان. صباح الخير، ازيك يا حبيبتي؟
أنا كمان بحبك قوي قوي. عايزة تشوفيني؟ تعالي يا حبيبتي. بتقولي إيه؟ يا خبر، ما أقدرش على خصامك أبداً. حاضر، مش هتأخر. عايزة إيه يا حبيبتي؟ بعرف، بتقولي عايزة إيه؟ قولي لها تيجي وتجيب معاها قطر سكة حديد. ألو، تعالي وهاتي معاكي قطر سكة حديد. حاضر، بس كده؟ هجيلك بعد الظهر. وإيه كمان؟ بوسة يا حبيبتي. توحة 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 حبيتك قوي يا حبيبتي، واما ببوسك غصب عني بيتهيألي اني ببوس بنتي. توحة 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 يا طعمة يا اجمل مني. توحة 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 يا طعمة يا اجمل مني. زي ما كنت شفتك قبليها فين ما اعرفش. تاني مرة شلتك فيها قلبي اتعلق بيكي بعديها. ليه 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 ما تفهمش. وتالت مرة جتلك فيها جبت اللعبة اللي طلبتيها. قطر بيمشي توت توت قطر يا روحي زي ما قلتي. أصلي بحبك قوي يا حبيبتي، واما ببوسك غصب عني بيتهيألي اني ببوس بنتي. توحة 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 يا طعمة يا أجمل مني. توحة 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 يا طعمة يا أجمل مني. جمالك آية منخليني بعيش في حكاية. شغلت عقلي شغلت عقلي، كل ما شوفك هنا ومعايا أبقى كأني بشوف في مرايا. روحي وشكلي روحي وشكلي حاجة عجيبة قوي للغاية. والعمر حصلت ويايا حاجة عجيبة قوي للغاية. والعمر حصلت ويايا حتى الأهل بتمنىك تكوني قربتي. أصلي بحبك قوي يا حبيبتي، واما ببوسك غصب عني بيتهيألي اني ببوس بنتي. روحة 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 يا طعمة يا أجمل مني. روحة 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 يا طعمة يا أجمل مني. نامي على الحب اللي بيني وبينك. لا
سلام يا خالتي، ده فنجالك ناطق خالص. في ايه دغلول؟ بركات بركات بالخير والافوات. السكه سالكه والنيه خالصه، قدامك سبع شمعات والنحس عنا فات فات وبديل وسابع لفات. هلو ناديه. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. تعالي اقعدي يا ناديه. معلش اصل عايزه اغير هدومي. خالتي. كمل كمل يا زغلول. ايوه يا ستي. انا يا ستي شايف الفرح. ده ايه ده؟ مين قال لي الزو ده؟ خضتني يا زغلول. اخف عليك، في حد يجي الساعه 9 بالليل بالشكل ده؟ اهلا اهلا اهلا. هلو هلو ممدوح. ازيك يا ممدوح؟ ازيك يا حياتي؟ ممدوح الحمد لله على السلامة. وحشتني وحشتني طول المدة وأنا قلقان. ليه؟ مش عارفة، مستني ردك. بعدين أقول لك. نادية أرجوكي. يعني مصمم؟ أيوه. اتفضل. يا خالتي مش هكمل فنجان؟ ها؟ نكمل فنجان. طيب. ممدوح أنا بحبك وبتمنى اليوم اللي أكون فيه شريكة حياتك، لكن في سر كتمته عنك ودلوقتي لازم تعرفه. انت كل اللي تعرفه عن مأساتي ان خطيبي مات، لكن في الحقيقة موته سبب لي مأساة اكبر.
وبعدين عندك كمان يا ست خالتي، عندك كمان يا ست. الله، خالتي مالك؟ في حاجة؟ ها؟ لا مفيش حاجة. انت من ساعة ما دخلوا في الأوضة وانت قلقانة، في حاجة؟ مفيش حاجة. سعاد، في حاجة؟ أهو ده السر اللي كان حائل بيني وبينك، لأني ما كنتش عايزة أغشك. وتأكد يا ممدوح، مهما كان قرارك أنا راضية بيه، مش هيأثر على حبي لك أبدا. الخميس الجاي؟ الموافق 3 يناير من السنة الجديدة. هتبقى سنة خضراء إن شاء الله. حبيبتي. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. أنا جاي أختار هدية علشان توحى. أصل عيد ميلادها بكرة. يا طنط ناتية؟ أنا ما انساش أبدا يا حبيبتي. اسمعي، الهدية دي علي أنا، تعالي تعالي علشان تختاري اللي انت عايزه يا حبيبتي. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. وانت طيبة يا ماما نيلة. ايه، مفيش بوسه لبابا ولا ايه؟ كل سنه وانت طيب يا حبيبتي. وانت طيب يا بابا. يلا يا حبيبتي بقى علشان نقطع التورته. عن اذنك كنت عايزك في كلمه لغايه ماما ياكلوا. ماما هي اللي هتقطع التورته، ممكن؟ حاضر. اتفضلي. أنا سبق قلت لك على الظروف القاسية اللي عاشت فيها بنتي من يوم ولادتها. أيوه. وأظن إنك لمستي بنفسك إنها في احتياج لصبر حنين يعوضها عن حنان أمها. أنا وجدت أم توحة. حضرتك هتتجوز؟ والله مشروع عايز أخد رأيك فيه. بس أرجوك ما تتسرعش، علشان البنت ما تتعذبش مع مرات الأب تاني. لازم تتأكد منها. أنا متأكد منها، إنسانة كلها عطف وحنان. قد كده أنت متأكد؟ زي ما أنا متأكد من نفسي، تحب بنتي زي أنا ما بحبها تمام. ويا ترى إيه شعور توحة بالناحيتها؟ توحة بتحبها قوي، وهي اللي شجعتني. وليه ما جاتش تحت رعاية ميلادها؟ جت. صحيح؟ فين؟ موجودة. انتي. أنا؟ ما يرضكيش تكوني أم لتوحة؟ أنا. انتي القلب الحنين اللي بدور عليه. انتي الإنسانة اللي هتعوض لها حنان أمها. انتي اللي ربنا بعتك علشان تسعدي اتنين محرومين من الحب والحنان. أرجوكي ما ترديش دلوقتي، فكري وانا منتظر ردك. ما تسيبهم يا ممدوح لما تيجي ناديه توضب. انا مش فاهم انت مستعجل على ايه؟ مش كنت تستنى ما اجيب هدوم انا كمان؟ طب وما جبتهمش ليه؟ الترزي يا ستي خلصته بدلوا قبل مني. المكواجي راخر اداله هدومه كلها، الجزماجي شرحه، دي مؤامره، خيانه، دسيسه.
مؤامرة خيانة لذيذة. أنا ما صدقت اتلميت على حاجتي. إمتى بقى يجي يوم الخميس؟ اليوم اللي أنا مستنيه بقى لي سنين وإيام. هو حمدي كان بيقول لي كيف البرندة؟ عايزة تعرفي كان بيقول لي ايه؟ طبعا الا اذا كان عندك انت مانع. ابدا، ده انا جايه لك مخصوص علشان اقول لك. كان بيقول لك ايه؟ حمدي طلبني، عايز يتجوزني علشان اكون ام لتوحة. وانتي ما قلتلوش حاجة على ممدوح؟ ما ادانيش فرصة، قال لي فكري وبعدين ابقي ردي عليا. وهتعملي ايه؟ ما انا جاي علشان اسألك واخد رأيك. رأيك انت طبعا. رأيي اني لازم توضعي حد للعذاب اللي انا عايشة فيه. ربنا هو اللي يعلم ان كان كل همي هو سعادتك. لكن دلوقتي ايه؟ دلوقتي الوضع اتغير. لازم اتكلم. اتكلم يا ماما، قولي. انا ضميري ما يسمحليش اني اسكت بعد كده. لازم تعرفي يا نادية ان توحة دي تبقى بنتي. مادام في فرصة انك تعيشي ام لبنتك اللي محتاجالك، فانا قلتلك وانت حرة. انا عارفة من زمان، بس كنت عايزة اسمعها منك. صعبانة علي يا نادي. شفت يا ماما، السر ده ما كانش حد يعرفه غيرك. دريتي وخبيتي وعملت المستحيل، وتمر السنين وربنا يبعت لي بنتي قدام عيني علشان اعرف انها ما ماتتش. اعذريني يا نادي، انا تصرفت التصرف ده وانا ضميري مرتاح علشان اساعدكم كلكم. كان كل هم اني تعيش لنفسك ولمستقبلك. وهي فين نفسي وفين مستقبلي؟ هناك بنتي اللي محتاجة لعطفي وحنيتي، وهنا حب اللي كل أملي وحياتي. أخطر من فيهم؟ قولي لي يا ماما، أنا في دوامة يا حبيبتي. يا بنتي خالتي، أنت هنا؟ أيوة ممدوح. أمال فين نادية؟ أنا هنا يا ممدوح. الله، انت نسيتوا ان ليله راس السنه؟ ما يلا بقى حضروا الحاجات والمحتاجات. اوام يا ناديه. أسعد إنسان في الدنيا. إمتى يجي يوم الخميس؟ يا ترى أنت مستنية اليوم ده زي طول عمري وأنا مستنية يا حبيبتي؟
ريت اليوم ده كان جاء من زمان، كان زماننا مخلفين دلوقتي. ربنا هو اللي عايز كده، احنا مصيرين مش مخيرين. قولي يا ممدوح، هتفضل طول عمرك تحبني؟ وده سؤال طول عمرك، انت حياتي وكل شيء ليا في الدنيا. طول عمرك، طول عمرك.